أهلا بكم. ترقب الكثير من العيون ما سيجري في مدينة الحديدة، خاصة بعد التصريحات المتوالية لناطقي الجيش اليمني والتحالف من أن عملية تحرير المدينة ومينائها على وشك الانطلاق، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية جراء إغلاق هذا الميناء. مشاهدينا، نريد أن نعرف في هذه الحلقة بداية ما الذي يمثله هذا الميناء من أهمية عسكرية واستراتيجية بالنسبة للطرفين، وهل يعتبر ميناء الحديدة آخر منفذ بحري يستخدمه الحوثيون؟ ولماذا عبرت روسيا عن قلقها إزاء تحركات التحالف لاستعادة المدينة، وهي التي كانت صامدة أو صامتة طوال الفترة الماضية إزاء الشأن اليمني؟ وماذا كان رد الأمم المتحدة حين طلب التحالف منها ممارسة الدور الرقابي؟ وأخيرا، كيف ينظر الحوثيون لهذه المعركة؟ مشاهدينا، دعونا نشاهد هذا التقرير وبعدها نعود للنقاش حول هذا الموضوع. ابقوا معنا. استعدادات عسكرية في شمال وجنوب مدينة الحديدة بالتزامن مع تصريحات لناطقي التحالف والجيش اليمني عن قرب موعد معركة استعادة ميناء الحديدة. فتمركز قوات حكومية في منطقة ميدي شمال المدينة وتحرك قوات أخرى من مدينة المخا التي تم استعادتها مؤخرا يعمل على تطويق الحوثيين شمالا وجنوبا. أما الحوثيون فقد أطلقوا مؤخرا عددا من صواريخ الكاتيوشا على تمركز للقوات الحكومية في مدينة المخا لمنع تقدمها صوب الحديدة، كما يدفعون بتعزيزاتهم صوب المدينة استعدادا للمعركة المقبلة. ويعتبر ميناء الحديدة الشريان الوحيد الذي تدخل منه المواد الغذائية والبضائع المتنوعة والمساعدات الإنسانية للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون بعد سيطرة القوات الحكومية على كافة الموانئ اليمنية الأخرى. وتتهم الحكومة والتحالف الحوثيين باستخدام هذا الميناء بتهريب الأسلحة وفرض جبايات على التجار وبيع المساعدات الإنسانية لتمويل حروبها. وكان التحالف قد طلب الأمم المتحدة الرقابة على الميناء لمنع الحوثيين من استخدامه لغير أغراضه، لكن الأمم المتحدة رفضت ذلك لتعقبها تصريحات من قوات التحالف بأن ميناء الحديدة أصبح منطقة عسكرية وأن الأمم المتحدة عليها الانتقال إلى موانئ أخرى للعمل من هناك. إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة بأن المدة المقدرة لقدرة الميناء على الاستمرار لن تتعدى 5 أشهر، كما حذرت من أزمة إنسانية خانقة في حال حدوث المعركة وبأن الملايين سيتضررون من جراء إغلاق الميناء. ويتساءل كثيرون عن طبيعة هذه المعركة وأهدافها الحقيقية، ويرون بأن الغرض من وراء ذلك هو استعادة الموانئ وترك المدن للحوثيين كما حصل مع مدينة تعز ومينائها المخا. على ذات الصعيد، حذر خبراء عسكريون من أن استعادة الموانئ وترك المدن سيعرض هذه الموانئ لخطر أمني دائم من قبل الحوثيين، متسائلين عن خطة الحكومة البديلة في مساعدة السكان في حال إغلاق الميناء. إذا مشاهدينا، لمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي بسيم الجنابي. مرحبا سيد بسيم. بداية، نريد أن نعرف لماذا هذا التجيش الكبير خلال الأطراف المتصارعة لاستعادة أو السيطرة على ميناء الحديدة، ما هي الأهمية الذي يمتلكها هذا الميناء؟ مرحبا بسيم، هل تسمعني؟ إذا يبدو أن لدينا مشكلة في التواصل مع ضيفنا عبر الهاتف بسيم الجنابي. بسيم سيخبرنا أيضا عن أهمية هذا الميناء سواء استراتيجيا وإنسانيا واقتصاديا. المعروف مشاهدينا الكرام بأن هذا الميناء أصبح الميناء الوحيد الذي يسيطر عليه الحوثيون ويقومون من خلاله بسيطرة عليه وإدخال يعني أغلب المواد الغذائية والإنسانية تدخل عبر هذا الميناء. إذا يبدو أن الاتصال عاد إلينا مجددا. مرحبا بسيم. نعم بسيم، هل تسمعني؟ إذا مشاهدينا، حلقة اليوم ستركز على عدة أسئلة نريد أن نبحث عن إجابات عنها. بداية، ما هو أو ما هي الأهمية الذي يكتسبها ميناء الحديدة، ولماذا هذا التجيش من قبل التحالف العربي وأيضا من قبل الحوثيون؟ هناك تعزيزات تصل بشكل يومي يقوم بها الحوثيون لمدينة الحديدة لغرض الاستعداد لأي معركة قادمة. هناك العميد الركن أحمد عسيري الناطق باسم التحالف وأيضا
قائد قوات الاحتياط سمير الحاج تحدث في أكثر من مرة بأن الاستعدادات بدأت فعلا. سمير الحاج في آخر مقابلة له تحدث بأن هناك القوات اليمنية والتحالف قد بدأت بالتحرك نحو جزيرة كمران، وهذا إذانا بالتوجه مباشرة إلى الميناء. إذا مشاهدينا نتمنى أن يعود، أن الاتصال قد ثبت هذه المرة. إذا بسيم، هل تسمعني هذه المرة؟ بسيم الجنابي، بسيم أحد الصحفيين من مدينة الحديدة، بالتأكيد يعرف الكثير من التفاصيل حول هذه المدينة التي مسلط الكثير من الأضواء عليها، خصوصا في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، والتي من المتوقع أن تشهد معارك عنيفة بين التحالف وبين الحوثيين أيضا. إذا بسيم، هل أنت معي على الخط أم لا؟ إذا مشاهدينا، إلى أن يمسك معنا الاتصال، أريد أن أنوه أيضا بأن القوات تتحرك من محورين حاليا. كانت قوات التحالف العربي قد دعمت قوات من الجيش اليمني للسيطرة على ميناء ميدي، وهو يقع في محافظة حجة في الشمال الغربي لليمن، وكان الحوثيون يسيطرون عليه قبل ذلك. هذه العملية كانت شهدت معارك عنيفة وسيطر من خلالها الجيش الوطني على منطقة جغرافية كبيرة تمتد من الحدود السعودية شمالا إلى مدينة ميدي، وأيضا من خلال مدينة المخا جنوب الحديدة. إذا بسيم، هل تسمعني هذه المرة؟ نعم أخي، معك. مساء الخير عليك وعلى المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، والحمد لله ضبط معنا الاتصال هذه المرة. بسيم، أريد أن أسألك حول ميناء الحديدة. كما ذكرت في سؤالي السابق بأن هناك تجيش من التحالف العربي والحكومة، وهناك أيضا الحوثيين. لماذا هذا التجيش وهذا التحرك نحو ميناء الحديدة؟ ما هي الأهمية الذي يمتلكها هذا الميناء؟ طبيعي أخي، طبعا يعتبر ثاني ميناء في الجمهورية اليمنية بعد ميناء عدن، ويعتبر هو المغذي الرئيسي للمحافظات الشمالية. والحكومة الشرعية تتهم ميليشيا بأن الميناء يدعم تحركها العسكري في المحافظات وفي الجبهات، ولذلك تأتي أهمية الميناء من أنه محاولة قطع الإمدادات على الحوثيين. ولكن في الحقيقة الميناء أيضا له أيضا وظائف إنسانية في المحافظة كذلك، وهو ما ينتج ما نتج عنه من جدل كما شاهدنا في الفترة الماضية بين الأمم المتحدة والناطق باسم التحالف حول امتناع الأمم المتحدة باستلام الميناء والإشراف عليه. وكنا يعني لاحظنا تراجع كبير في حركة السفن خلال الأسابيع الماضية في الميناء، إلا أن اليومين الماضيين يعني عادت بعض السفن للدخول، وما زال الميناء يمارس نشاطه بشكل طبيعي بإشراف أممي في مكتب الأمم المتحدة في جيبوتي، والسفن تدخل الميناء، إلا هناك شح كبير في السفن بعكس الماضي. وما زالت اتهامات متبادلة، هناك اتهام رئيسي بأن يعني الحوثي ينهب موارد ميناء الحديدة، والأمم المتحدة تقول بأن الميناء هو الوحيد المهيأ لدخول المساعدات الإنسانية. فأصبح الموضوع موضوع جدل على من يسيطر على الميناء، وموضوع التحرير يعني كما نشاهد أو كما نسمع عن الأخبار يعني عن التحرير على أبواب المحافظة، وهو ما شكل قلق وهاجس لدى المواطنين. لكن بشكل عام بسيم، نعم، ما هي صحة اتهامات الحكومة والتحالف أيضا للحوثيين باستخدام هذا الميناء بتهريب الأسلحة وأيضا بيع المساعدات القادمة من الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات؟ بالنسبة لموضوع المساعدات يعني صحيح هناك سيطرة كبيرة على المساعدات التي تصل، هناك احتجاز الكثير من المساعدات الإنسانية التي تخرج من الميناء ويتم احتجازها في نقاط عسكرية تابعة للميليشيات، خاصة تلك التي تذهب إلى داعش. أما بالنسبة للجانب العسكري، هناك يعني كلنا يعلم هناك بوارج التحالف موجودة مقابلة شواطئ الحديدة، وكل السفن لا تدخل إلا بإذن من تلك البوارج، وتفتش البوارج في جيبوتي. وإن كان هناك اتهام فهو لابد أن يكون مزدوج، لابد أن يكون الأمم المتحدة يد فيه، خاصة أن تلك السفن تدخل بإشراف الأمم المتحدة وبتفتيش من قبل البوارج التي تشرف على عملية يعني
الساحل او القبائل القواحل اليمنيه خاصه قبائل محافظه الحديده. يعني ان كان هناك عمليه يعني تهريب فعليا فهناك تقصير واضح وهناك يعني تواطؤ بتلك الجهات التي تشرف على عمليه ادخال السفن للميناء. نعم. وهو ما يسهل عمليه دخول تلك الاسلحه ان كانت فعلا نعم. دخلت للحوثيين. اذا بسيم ابقى معي واريد ان اشرك ايضا معنا هنا في هذه الحلقه سيد بسيم عفوا السيد وديع وديع ايضا هو كاتب صحفي وباحث سياسي ومحلل سياسي. وديع يعني من خلال الاتصال الذي كان معنا عبر الهاتف وديع عطاء كان معنا وسيم الجنابي تحدث فيها عن اهميه ميناء الحديده كونه ثاني ميناء في الجمهوريه اليمنيه، هل ترى بان التحالف جاد هذه المره مثلا في استعاده هذا الميناء ام انها فقط تخويفات لاخضاع الحوثيين لتقديم تنازلات اكثر؟ حقيقة يبدو التحالف جادا أكثر من أي وقت مضى فيما يتعلق بتحرير الحديدة، كونها أصبحت أولوية بعد التحركات العسكرية الحربية التي قامت بها الميليشيا في مياه البحر الأحمر وتهديد أمن الملاحة البحرية الدولية، خصوصا بعد استهداف الناقلة إماراتية وسعودية وأخيرا أمريكية. هذه الأعمال العسكرية كرست حقيقة بأن الميناء يستخدم لأغراض عسكرية، وهناك منافذ أيضا عسكرية أكثر من 6 منافذ إلى 7 منافذ تقليدية تستخدم في إطار الحديدة. طبعا شريط الساحل الحديدة يمتد على 300 كيلو متر تبدأ من اللحية وتنتهي للخوخة في أعلى تخوم المخا. فيها أكثر من منفذ تقليدي ممكن تستخدم، خصوصا وأن كثير من الصيادين من أبناء القرى المتاخمة أو الساكنة على البحر أصبح بعضهم ممنوعين من ممارسة الصيد التقليدي حتى، ولذلك الصيد إذن ما هي أهمية تحرير الميناء وما زال هناك منافذ أخرى يستخدمها الحوثيون؟ الميناء رسميا أعتقد أنه يعني هو الواجهة الرسمية أصلا، يعني الذي إذا أقفل ستنتهي كافة يعني المصالح التي تستخدمها الميليشيا لاستقبال يعني الموارد الرئيسية، خصوصا وأن هذا الميناء هو الذي يستقبل 70% من الموارد التجارية للجمهورية اليمنية، 70% هو الميناء الرئيسي. أضف إلى ذلك بأن هناك حوالي 10 محافظات تعتمد على ما يأتي من هذه المحافظة من هذا الميناء، يعني إقفال هذا الميناء أو السيطرة عليه عسكريا أو حتى إخضاعه كما تطالب الآن السلطات الرسمية الحديدة، إخضاعه يعني لإدارة الأمم المتحدة رسميا إذا ما أصبح خيارا آخر غير الخيار العسكري، فإن ذلك سيخنق الميليشيا بشكل رئيسي، لأن الآن الحديدة أصبحت تقريبا هي المورد الرئيسي الأول للموارد المالية يعني للميليشيا. نعم، إذا دعنا ننتقل مباشرة إلى بسيم قبل أن نختم معه. بسيم، هل هناك مخاوف من أن هذا التحرك من قبل التحالف العربي سيكون فقط لاستعادة الميناء وليس المدينة كاملة مدينة الحديدة؟ نعم، هناك هاجس خوف كبير جدا على أن تدخل المحافظة في حرب مفتوحة، خاصة كلنا يعلم بأن الساحل التهامي كله مفتوح والحوثيين يحشدون بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية والاستعداد لتلك الحرب. طبعا انا اتمنى ان يكون هناك حل يعني بعيد عن ادخال الميناء في اي عمل عسكري. طبعا هناك حلول كثيره وانا اتفق مع الاخ وديع، اذا كان هناك حل يعني يجنب الميناء من اي دمار او ذا فهو يعني سهل جدا، وان منع السفن من الدخول كان بيد التحالف تحويل السفن الى موانئ اخرى كما حدث في كثير من المرات. لكن الظاهر الآن وهو ما نشاهد على أرض الواقع هناك تحرك كبير لإدخال السفن خاصة في فترة الأسبوع الجاري هذا. نعم. هناك إدخال السفن نشعر أن الأمر بدأ في يعود لطبيعته كما كان، لكن ليس كما كان قبل الحرب، ولكن نوعا ما مع بداية التصريحات كانت هناك منع كلي لأي سفن بالدخول إلى غطس الميناء الحديدة. اليومين الماضية سمح لكثير من السفن بالدخول. نعم. والميناء اليوم على الرصيف 7 سفن راسية تفرغ و7 سفن موجودة في الغاطس تنتظر الدخول. تشعر أن الأمر طبيعي كما قال الأخ وديع، هناك منافذ عسكرية أخرى بعيدة عن الميناء، وأنا بحكم قربي من إدارة الميناء ومن مصادر داخل الميناء، الميناء بعيد جدا عن العمل العسكري كما هي تلك المنافذ العسكرية التي يستخدمها. نعم. الحوثيين في قيام بعمليات عسكرية في البحر، يعني بعيدة جدا وهي امتداد الخوخة. نعم. إذن المخاء في تلك المناطق. إذن أشكرك جزيل الشكر الصحفي من الحديدة بسيم
الجنابي كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا دعونا أيضا نشرك معنا عبر الأقمار الصناعية دكتور سمير الشيباني الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا فيك دكتور سمير. استمعت إلى ما قاله ضيفنا عبر الهاتف قبل قليل أن هناك مخاوف فعلا من أن تندلع معارك في الحديدة. الحديدة لا تنقصها المعارك، وإنما لو توصل الطرفان إلى حل يتم بموجبه تسيير أعمال الميناء بدلا عن الخوض في معركة. نعم، سنعاود التواصل مع الدكتور سمير ضيفنا عبر الهاتف. رأيك أنت سيد وديع، هل هناك حل آخر بديلا عن خوض المعركة؟ دعني أثني على ما قال الزميل وسيم الجناني. نعم. أن هناك إمكانية حقيقة لترنيم الحديدة أي معركة عسكرية ممكن أن تودي بحياة كثير من الناس، لأننا سنكون بصدد حقيقة نكبة إنسانية كبيرة على مستوى الوطن اليمني، لأن الحديدة تقريبا 80% هي المحافظة الثانية من حيث عدد السكان، ويسكنها حوالي 3,600,000 نسمة. سكان المدينة فقط لا يقلون عن 1,000,000 نسمة، وبالتالي البيوت يعني ممكن لأقل ضربة عسكرية تسقط مئات البيوت. يعني ثانيا المجاعة المحتملة أيضا من أي عمل عسكرية، لأن المنطقة ستصبح في ما يشبه المقفلة بسبب سيطرة الميليشيا. هناك تجربة سابقة أعتقد في المخا وتضرر السكان هناك. المخا نموذج بسيط، المخا نموذج بسيط للمدينة التهامية المفتوحة التي لا يطل عليها جبل. الحوثي لم ينسحبوا منها إلا بعد أن تمترسوا بالمدنيين، وحتى وهم ينسحبون مخذولين وبعد أن طردوا أحرقوا الأسواق وأحرقوا بعض المنازل وفجروا بعض البيوت يعني. نعم. وبالتالي الاتهامة مفتوحة، ولن يستطيع أن يقدم حتى الوسطاء الذي هم أتباع المخلوع أيضا بأن يوقفوا أو يمنعوا مثل هذه الأعمال الجنونية. لكن سيد ودي أنا ترى أيضا بأن الحوثيين يستخدموا الميناء الآن بتمويل حروبهم. هناك اتهامات للحوثيين باستخدام المساعدات الغذائية وبيعها في السوق السوداء وتمويل حروبهم كما جاء. وما من شك عديدة. المعلومات المؤكدة بأن 64 سفينة تقريبا في الشهور الأخيرة هذه تعرضت للتوقيف من قبل ميليشيا. نعم. وهناك حوالي 400 طن من الأدوية إضافة إلى 3 ملايين من المساعدات، 3 ملايين طن من المساعدات أيضا طيلة سنتين وصلت إلى ميناء الحديدة، تحكم فيها بشكل رئيس الميليشيا. هذه أرقام صحيحة؟ هذه أرقام صحيحة، يعني عززتها أيضا الأوتشا مكتب الأمم المتحدة للإدارة. إذا الأمم المتحدة أيضا تتهم الحوثيين ببيع المساعدات؟ ستيف براون أكد هذه المعلومات، وعزز ذلك أيضا تصريح الدكتور عبد الرقيب فتح وزير السلطة المحلية وزير السلطة الإدارة المحلية، وهو رئيس اللجنة العليا، أكد هذه المعلومات وبشكل أكبر كذلك أيضا. السلطة المحلية الأمم المتحدة تحذر من مجاعة كبيرة، الحديدة قد تكون عنوانها. هذه المساعدات ذهبت في أغلب الأحيان إلى غير مستحقيها. إذا سكان الحديدة لا يستفيدون من هذه المساعدات؟ في الأغلب الأعم هناك إدارة حزبية بشكل رئيسي يديرها أتباع المخلوع، خصوصا وأن الأسر أو البيوت أو المناطق المحسوبة على الجهات المعارضة أو الانقلاب تحرم تماما بهذه المساعدات. نعم. أضف إلى ذلك بأن قسم كبير من هذه المساعدات أصلا لا توجه للحديدة أو تعز المحاصرة وهي التي قريبة من الحديدة، بل تذهب إلى مناطق يسيطر على الميليشيا بشكل رئيس، فتبدو الجهات التي أو السكان أو المناطق التي يسيطر عليها الميليشيا وهي تابعة لهم أو الحاضنة الشعبية لهم تبدو هي المستفيدة بشكل رئيس من هذه الإغاثات، بينما المستحقين ومن يعيشون أسوأ حالات التغذية ويعيشون المجاعات أو بوادر هذه المجاعات لا تذهب إليهم بشكل رئيسي. ما هو موقف الأمم المتحدة إزاء هذه التصرفات؟ الأمم المتحدة بشكل رئيسي يعني لم تزد دورها إلا عن بيانات فقط، بيانات ومؤتمرات صحفية تحذر من كارثة ممكنة. يعني من اليمن على شفا بشكل صريح من يقوم ببيع هذه المساعدات وسرقتها ونهبها مثلا؟ هناك إدارة حقيقية، هناك إدارة وأسواق لمثل هذه المساعدات، تباع فيها المساعدات بشكل مفتوح. نعم. وأريد أن أؤكد أيضا على نقطة بأن ميناء الحديدة بشكل رسمي. نعم. يعني لا يمكن التأكيد بأنه يستخدم رسميا لذلك، لكن نعم. المؤكد لدينا يعني كأبناء هذه المنطقة أيضا بأن الشريط الساحلي للحديدة المتد. نعم. 300 كيلو، يعني هناك أكثر من 7 نقاط يعني موانئ تقليدية إما عسكرية أو مرافق صيد طبيعية. نعم. ممكن جدا استخدام السلاح عن طريقها، يعني ليس شرط ميناء الحديدة. نعم. لكن ميناء الحديدة هو العنوان الرئيسي. طيب. الذي هو مغذي رئيسي أيضا أو رسمي أيضا للموارد المالية. قبل أن نطلع بفاصل دعنا نأخذ أيضا أضيفنا مرة أخرى دكتور سمير، لكن هذه المرة عبر الهاتف. دكتور سمير، يعني في آخر دقيقتين من هذا المحور نريد أن نعرف أيضا هل هناك إمكانية للتوصل إلى حل يقضي بعدم الدخول في مواجهة وعدم الدخول أيضا في معاناة إنسانية كما ذكرها ضيفنا في الاستوديو سيد وديع؟
على فكرة لا يمكن الفصل بين ما يحدث من مواجهات في الحديدة أو في بقية مناطق اليمن. والحل السياسي إن كان ممكنا فسيكون حلا كاملا شاملا لكل القضايا. لا يمكن الحديث عن حل قضية الحديدة لوحدها وترك قضية تعز على سبيل المثال وترك أهل تعز يموتون تحت قصف الحوثيين. لهذا الأمر لهذا الحل لابد أن يكون مجموعة واحدة فول باكيج يتم معالجة الأمر كله في وقت واحد. ولا يبدو أن لدى الحوثيين وعلي عبد الله صالح والإيرانيين أي نوايا للوصول لحل سلمي مبني على أساس الاعتراف بنتائج الحوار الوطني. دكتور سمير، نعم ذكرت الإيرانيين، ما موقع الإيرانيين هنا؟ الإيرانيين هم القوة الداعمة الوحيدة اليوم. السفينة التي تم إلقاء القبض عليها محملة بالسلاح بالتأكيد مصدر هذا السلاح قادم من إيران. لم يعد سر الحديث عن أن إيران هي القوة الوحيدة الداعمة للعملية الانقلابية والتي لا ترغب على الإطلاق في أن تجد حل سلمي يؤدي باليمنيين إلى بناء دولة مستقلة ذات سيادة كاملة. إيران طامعة في بسط سيطرتها على اليمن وعبرت عن هذا مليا ومنذ وقت طويل، ونحن لم نعد في وارد أن نداري. الأخ الرئيس يتكلم في خطاباته صريحا، والأمم المتحدة تتكلم صراحة، وحتى الولايات المتحدة بدأت الآن تتكلم عبر حكومة ترامب بشكل صريح عن الدور السيء الذي تلعبه إيران في اليمن. طيب. لهذا أقول أن الحديث عن قضية الحديدة بشكل مستقل حديث ترفي بلا معنى، لأن الحل إما أن يكون حلا شاملا وإما أن تكون حربا أيضا شاملة لتحرير بقية المناطق. دكتور سمير، حقيقة الأمر الحديث عن حل. نعم دكتور سمير، أرجو أن تبقى معي ودعنا نذهب في فاصل وبعدها نعود لمواصلة هذا النقاش. أنتم أيضا مشاهدين الكرام ابقوا معنا. نقترب أكثر، نكشف تفاصيل لم تكن تراها، نحلل الأحداث بعمق ودقة لترى الصورة باكتمال ووضوح. الحوار أبعاد لا تنتهي. تعلن قناة الحوار لمشاهديها عبر القمر الصناعي أتلانتيك بيرد على النايل سات أن بإمكانهم متابعة قناة الحوار عبر تقنية البث عالي الجودة HD من خلال القمرين الصناعيين عرب سات بدر 4 وهوت بيرد عبر الترددات التالية. لم نشهد العرب بهذا النشاط من قبل، ويا ريتهم نشطانين بالخير يعني بالشر. تأييد لترامب ودفع له باتجاه تجريم كل ما هو إسلامي. يعني دعك من الآن، تعرف احنا بطلنا من زمان نتكلم في المعايير الأخلاقية. انقضت على المؤامرة أصلا، اللي هو فهي تتفشى فكرة طبعا، لكن العالم تحكم المؤامرة يا أخي. العالم ما يسمى بالأقبية السفلى لهذه النظم. إيران أنا أراها اليوم عندما يقولون الجمهورية الإسلامية عند كما مثل من يقول على الخمر مشروبات روحية إسلام، هذا فقط التجميل. خسروا في ميزان القوى في الجيش الأمام وشرق أوروبا وسط أوروبا بطريقة هائلة. أنا الآن أطالب بأنه الأمم العربية تتسم بشيء من المنطق.
أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي نتحدث فيها ونناقش مسألة أو المعركة المحتملة التي ستكون في الحديدة لغرض السيطرة على الميناء. أعود إلى ضيفي في الاستوديو. طيب سيد وديع، إذا كانت هناك جدية فعلا في قطع طرق التهريب عن الحوثيين كما يقول التحالف وكما يقول أيضا الجيش اليمني، إذا لماذا لا يتم قطع طرق التهريب القادمة من شبوة ومن المهرة ومن منافذ أخرى؟ الموضوع بحاجة حقيقة يعني إلى جدية حقيقية من قيادة التحالف وقيادة والإرادة الدولية كذلك بشكل رئيسي، يعني لأن الإرادة الدولية تقريبا قد تكون مفروضة أو لها ضغوطها الخاصة على لإطالة أمد المعركة على التحالف، يعني قد تكون هناك أهداف أيضا غير معلنة لاستنزاف المملكة العربية، قد يكون هناك أهداف غير معلنة أيضا لاستنزاف المملكة العربية السعودية واستنزاف الخليج بشكل عام في معركة اليمن بشكل عام، وتحويل اليمن إلى ثقب أسود لاستنزاف هذه القوة، خصوصا يعني المبادرة التي يعني تطل من هنا وهناك أحيانا من كيري وأحيانا من وزارة الخارجية وأحيانا من الأمم المتحدة، والمناورات التي يقوم بها ولد الشيخ من حين إلى آخر بفرض يعني بالتلويح بالقوة العسكرية للإنقلابيين في الوقت الذي يعني يراهن أو يساوم على منصب نائب الرئيس أو منصب الرئيس نفسه. يعني هذا الموضوع بحاجة إلى جدية دولية بشكل رئيسي ثم جدية من التحالف يعني لقطع اليد التي تمد السلاح. التحالف أعتقد بأنه جد، لكن أعتقد بأن هناك ضغوط أكبر أيضا من التحالف تمارس عليه، هي التي تضمن وصول بعض السلاح لا يزال إلى اليوم إلى الميليشيا عن طريق بعض المنافذ أو بعض النافذين الذين هم في المهرة وفي شبوة. لا تزال بعض الخطوط الإمداد التي تمر إلى البيضاء وإلى ذمار تصل إلى الآن من مناطق جنوبية وليس مناطق، لكن أهمية الحديدة تكمن في أنها تطل على البحر الأحمر المنفذ يعني الممر الدولي الأهم الذي يمر منه ما لا يقل عن 3 مليون برميل نفط يوميا ليغذي العالم، يعني النفط الخليجي كله يمر من مضيق باب المندب وقناة السويس وعبرهما، يعني لو هناك عصابة فوضوية داخل جزيرة كمران تابعة للحديدة ممكن أن تحدث قلق دولي. في تصريح الأخير لسمير الحاج قائد قوات الاحتياط تحدث أن هناك معارك ربما جارية أو قد تجرى خلال الأيام المقبلة في جزيرة كمران، ما هي الأهمية في جزيرة كمران بالنسبة لميناء الحديدة؟ حسب علمي هناك تواجد عسكري رمزي لقوات التحالف على جزيرة تسمى الطرفة، وهي جزيرة تبعد حوالي ساعتين مقابل ميناء الحديدة مباشرة، هي تعتبر يعني أهم نقطة عسكرية بدأت السيطرة عليها من قبل التحالف. أضف إلى أن كمران مفتوحة ومكشوفة للأقمار الصناعية، بإمكان التحالف أن يلحظ أي تحرك عسكري إليها. أضف إلى أن كمران أيضا لا تبعد إلا كيلومتر واحد فقط من رأس عيسى الميناء النفطي الذي قبل يومين شهد قريبا منه انفجار أنبوب النفط الممتدة إلى الميناء الجاف. أضف إلى ذلك بأن يعني الحديدة بشكل رئيسي يعني إذا ما تمت السيطرة عليها فإن ذلك سيؤدي إلى اختناق اقتصادي حقيقي للميليشيا. وهذه نقطة أضعها أيضا على ضيفي الدكتور سمير، ويبدو أنه هذه المرة معنا عبر الأقمار الصناعية. دكتور سمير، هذه الإشكالية اندلاع معارك في الحديدة ألا يمكن أن تشكل معاناة إنسانية كبيرة فوق المعاناة التي أساسا يعيشها اليمنيون حاليا؟ الحرب تعني المعاناة سيد الفاضل. نعم. من استدعى الحرب كان ينبغي أن يكون حاسب لطبيعة هذه المعاناة التي ستأتي بها الحرب. شيء آخر، معاناة الشعب اليمني وبالذات في منطقة الحديدة معاناة سابقة للحرب وللثورة ولبداية المشكلات في اليمن. الحديدة عانت من كل صنوف الاضطهاد والظلم منذ وقت طويل بسبب موقفها المبكر المقاوم للهيمنة الطائفية، ولهذا تحول سكان الحديدة للأسف الشديد إلى أسفل الهرم الاجتماعي وعوملوا للأسف الشديد اجتماعيا بمهانة خالصة، نهبت أراضيهم ومنعوا من حتى استزراع أراضيهم التي ملكوها وورثوها عن أبهاتهم وجدودهم وصاروا فقراء وهم في أرضهم. الحديدة لا يمكن أن تخاف كما نقول رداد الماء وهي غريقة في الأصل. إن أردنا أولا أن نحرر البلاد علينا أن نتم العملية العسكرية بكل منافذها بكل أجزائها بكل سؤال دكتور سمير. خطواتها.
ثانيا لم يعد ابدا الحديث عن ان هناك منافذ في الجنوب مفتوحه لتوريد لتهريب. اسمح لي. نعم دكتور سمير، هنا سؤال، انه ما هو الضامن الذي سيجعل مدينه الحديده لا تكرر سيناريو مدينه تعز؟ تم تحرير مدينه المخا نعم، لكن لم يتم تحرير المدينه وما زال سكان يعانون. ما الذي يضمن لسكان الحديده ان لا تتكرر المعاناه التي يعانيها سكان تعز؟ لا شيء يضمن سوى إرادة الشعب وإرادة القوى الشرعية وإرادة الجيش الوطني وإرادة التحالف من الخلاص النهائي أو بالخلاص النهائي من قوى الانقلاب. لا تستطيع أن تتحدث عن حرب وتمنح ضمانات. الأمر صعب وصعب جدا، والحالة كنا نتمنى أن لا نصل إليها، لكن اختيارات علي عبد الله صالح وقوى الفساد والاستبداد والهيمنة الطائفية تلك الخيارات هي التي وصلتنا إلى هذه المعركة. لم يعد أمامنا سبيل من التراجع. دفع هذا الشعب كلفة كبيرة، لا يمكن أن يؤجل الخلاص، لابد أن يتم الحسم، لا سيما وإننا نحظى اليوم بدعم عربي غير مسبوق في قضية يمنية معينة، ونحظى أيضا بدعم دولي تجسد في القرار 22/16. لهذا علينا أن نصبر قليلا ولا نثير للأسف الشديد بعض النعرات المريضة مثل الذي سمعتها قبل قليل، الحديث عن أن السلاح يهرب من الجنوب وليس من الشمال. نحن نكرس حالة الانفصال والترامي بالتهم. نحن نعرف أن السلاح كان يهرب من الموانئ سواء في الجنوب أو في الشمال. تم السيطرة بالكامل على الموانئ الواقعة على بحر العرب. نعم. وظلت موانئ المخا والصليف والحديدة وميدي هي المصادر الرئيسية لتهريب السلاح، لأن بها وجود. نعم. حقيقي. أما في مناطق الجنوب كان هناك منافذ للتهريب ضعيفة، وبالسيطرة على الموانئ على بحر العرب تم القضاء عليها نهائيا. إذا سأترك هذه النقطة لضيفنا سيد وديع، لكن قبل هذه أريد أن أرد عليك أيضا بسؤال آخر. تحدثت عن ضمانات، ربما لا تكون هناك ضمانات لكن هناك أولويات. هل نستطيع أن نعرف أن أولويات التحالف ليس فقط السيطرة على الميناء وإنما أيضا السيطرة على المدينة ومساعدة الأهالي؟ يا أخي، هدف الأساسي من تدخل التحالف العربي هو استعادة الشرعية، فكيف يمكن أن تكون أهدافهم في الحديدة فقط للسيطرة على الميناء؟ نعم. هذا كلام غير منطقي، وتم التعبير تم التعبير عنه من خلال لقاءات الأخ نائب الرئيس مع الصحف السعودية مؤخرا، والأخ الرئيس نفسه تكلم بنفس الطريقة، كما تكلمت القيادات العسكرية والسياسية لقوى التحالف وفي مقدمة السعودية عن. نعم. أن الهدف الأساسي هو استعادة الشرعية وإتاحة فرصة أمام الشعب اليمني لبناء دولة قابلة للبقاء ولإعداد اليمن ليكون جزء من منظومة دول مجلس التعاون. نعم. العربي أو دول الجزيرة العربية. هنا أعود إلى لهذا لا يمكن. نعم. إلا لمشكك أو راغب في إثارة حالة من الشك أن يطرح هذه المسألة، لأنني لو سمحت دقيقة واحدة، لأنني أشم من صيغة السؤال أن هناك إشارة إلى أن التحالف لم يرغب في تحرير تعز. الوضع في تعز يا سيدي وضعا معقدا استدعى تأخير الحل بسبب حالة التعقيد الذي لا مجال لنا في هذا البرنامج من شرحه. طيب هنا أعود إلى سيد وديع، تحدث عن نعرات طائفية عندما تتحدث عن خطوط تهريب قادمة من شبوة. الدكتور يشير إلى نعرات مناطقية، وأنا لست في هذا السياق أبدا. أيضا نحن هنا في هذه القضية الوطنية لا ننتمي إلى منطقة أو إلى طائفة أو إلى أي، نحن ننتمي إلى قضية وطنية، ننتمي إلى اليمن. يعني الدكتور محمد قمح في مقال شهير أيضا فضح نقاط التهريب في شبوة وفي المهرة، وهناك أكثر من يعني من مراكز نفوذ أيضا في أكثر من قضية تهريب من مطار عدن نفسه. لا يزال مطار عدن نفسه بحاجة إلى 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 إلى, إلى من ينظفه من داخله، يعني بغض النظر عن المزايدة الآن. الحديدة ما من هناك من ضمان. تتحدث عن عملية تهريب تأتي للحوثيين عن طريق مطار عدن؟ ما من جهة تستطيع أن تضمن بأنه في حال
تأمين الحديدة أو تحرير الحديدة بأنه سيتوقف تماماً عن حكاية التهريب. الساحل اليمني كله من حضرموت إلى باب المندب إلى اللحية، يعني شرقه بجنوبه مفتوح أيضاً. الموضوع ليس مجال هناك مزايدة وليس مجال أيضاً للمناعرة المناطقية أيضاً. نعم. أريد أن أقول بأن الموضوع بحاجة إلى نعم. إدارة، بحاجة إلى إدارة حقيقية من قبل الأمم المتحدة. نعم. أنا شخصياً أرى بأن أي عملية عسكرية باتجاه الحديدة نعم. لا يفترض أن تنطلق إلا بالتوائم أو بالتزامن مع عملية إنسانية حقيقية تغيث الإنسان. نعم. الناس 80% من سكان الحديدة يعانوا من سوء تغذية، وما ظهر في التحيتة وما وأخواتها كان فقط ما وصل إليه الإعلام. الحديدة تعيش مظلمة تاريخية تمتد إلى 90 سنة وليس من الآن، يعني فقط هذا اللي ظهر للإعلام. الحوثيين جاءوا ليخنقوا الحديدة أكثر مما هي مخنوقة، وبالتالي نحن أمام نكبة إنسانية حقيقية. هناك كثير من التقارير، يعني هناك أوجه عسكرية في حكاية يعني تهريب السلاح، وهناك أيضا أوجه إنسانية كذلك لابد من الالتفات إليها، إضافة إلى الجانب السياسي أيضا كونها كمكسب أيضا يمكن أن يقلص من تواجد الميليشيا على المحافظات. في الجانب العسكري دعنا أيضا نستضيف معنا العميد الركن عمر جوهر رئيس أركان حرب المنطقة 5. مرحبا فيك سيادة العميد، والحديث هنا أيضا عن الجانب العسكري. نعم، هل ميناء الحديدة يمثل فعلا شريان رئيسي للحوثيين لتهريب الأسلحة؟ نعم معك الآن. هل سمعت سؤال سيادة العميد؟ ألو العميد الركن عمر جوهر، هل تسمعني؟ نريد أن نعرف المزيد من التفاصيل حول يعني الأهمية العسكرية وأيضا بعض المعلومات التي تتعلق بالجانب العسكري، لا سيما وهناك أيضا تجمعات في شمال الحديدة في منطقة ميدي وأيضا في جنوبها في المخا، وهناك تحركات. نريد أن نعرف الكثير من التفاصيل، لكن إلى أن يثبت معنا الاتصال دكتور سيادة العميد هل تسمعني؟ أعود مجددا إلى ضيفنا عبر الأقمار الصناعية دكتور سمير. الحديث عن دور الأمم المتحدة، كان التحالف قد طالب الأمم المتحدة بالإشراف على الميناء وضمان عدم تهريب الأسلحة، برأيك لماذا رفضت الأمم المتحدة هذا الطلب؟ دعوة التحالف والقيادة الشرعية للأمم المتحدة للإشراف على ميناء الحديدة جاءت للرد على الجهود الحثيثة التي بذلت من قبل الأمم المتحدة وقوى نافذة عالمية على أن توقف العمل العسكري باتجاه ميناء الحديدة. عندما شددت الضغوط على قوى التحالف والقوى الشرعية بمنعها من الاستمرار في معركة تحرير الحديدة عبر المخا، تم طرح هذه القضية: إن كنتم تخافون على الناس وتخافون على ميناء الحديدة من أن يتعطل عمله الإغاثي الذي في الحقيقة لم يكن إلا مصدرا من مصادر دعم المجهود الحربي لجماعة الحوثي وعلي عبد الله صالح، إن كنتم كذلك فتعالوا تحملوا أنتم مسؤولية الإشراف على الميناء حتى نضمن ونرتاح نحن أن ليس هناك أسلحة ستهرب أو مواد تستخدم في تصنيع أسلحة أو مقاتلين يهربون للحديدة من أي مكان كان، بحيث يتم رفض جماعة الإنقلاب بهذه القوة. هذه الدعوة طبعا رفضتها الأمم المتحدة أولا صراحة، ثم رجعت وقالت لم نستلم طلب كامل من التحالف لاستلام ميناء الحديدة وإننا لم نرفض الاستلام، وهذا كان في الحقيقة في إطار المناكفات السياسية التي بين كل الأطراف. لكن واقعيا الأمم المتحدة عبر منظماتها المتابعة لمسائل الإغاثة وحقوق الإنسان أكدت أن ميناء الحديدة يستخدم استخدام سيء من قبل القوى المسيطرة عليه وهي قوى الحوثيين وعلي عبد الله صالح. نحن بدورنا حاولنا لم ترد الأمم المتحدة أن تدخل في عملية السيطرة خوفا من الحرج. أعتقد أن الأمر الآن بات يختلف تماما بعد المنجزات الكبيرة التي حققت على الأرض، أعتقد أن الأمر مختلف تماما. نعم. وأن الموقف الأمريكي المتغير عبر سياسة ترامب
قد ينتج أيضا تغير قريب في موقف الأمم المتحدة ومنظماتها. نحن حاولنا من جهتنا أيضا التواصل مع الناطق الرسمي باسم منظمة اليونيسف أيضا التابعة للأمم المتحدة ليكون ضيفنا في هذه الحلقة، لكن لم نتلقى أي رد. هنا نعود للتواصل مجددا مع ضيفنا عبر الهاتف العميد الركن عمر جوهر. هل تسمعني سيادة العميد؟ أهلا وسهلا. وعليكم السلام سيادة العميد، هل تسمعني جيدا بداية؟ أركان المنطقة العسكرية الخامسة. نعم سيادة العميد الركن عمر جوهر رئيس أركان حرب المنطقة العسكرية الخامسة. نعم، إذن سيادة العميد نريد أن نعرف بداية، هل يمثل فعلا ميناء الحديدة شريان رئيسي لإمداد الحوثيين بالأسلحة؟ سيادة العميد هل تسمعني؟ سيادة العميد هل تسمعني؟ إذن يبدو أن لدينا مشكلة، وكنا نرغب بتواصل فعلا مع السيد العميد لأننا نريد أن نعرف عن طبيعة المعركة التي ستحدث. هنا العودة مجددا، وديع في بداية الحلقة في المحور الأول تحدث أيضا بسيم عن أن الميناء خفت الحركة فيه، وأيضا الأمم المتحدة عبر منظماتها قالت بأن الميناء ربما القدرة الذي يمتلكها حوالي 5 أشهر فقط قادمة، وربما بعدها سيتوقف تماما. إذن ما هي المعاناة التي ستترتب على ذلك؟ وأنت ذكرت بأن هناك 10 محافظات تعتمد على هذا الميناء. الميناء أنا أريد أن أقول بأن ليس المشكلة في ميناء الحديدة بقدر ما هي في ساحل الحديدة بشكل عام. نعم. ميناء الحديدة ليس إلا عنوان فقط. هذا شيء. ثانيا بأن حالة الابتزاز التي حصلت الكثير من التجار الذين يستوردون عبر ميناء الحديدة، وحالة الإفساد والإتلاف لكثير من البضائع بسبب أن بعض التجار رفضوا الامتثال لابتزاز الميليشيا، جعلهم يذهبون يبحثون عن فرص بديلة أخرى، وبعضهم هاجر برأس ماله أو جمد نشاطه. ماذا تريد منهم الميليشيا؟ تبتزهم. أصبح لكل مشرف موجود في كل مؤسسات اصطيادة ومؤسسات استيراد، أصبح له يعني مورد رئيسي من هذه الأعمال الابتزازية. تحول الموضوع في الحديدة بشكل عام إلى فرصة للإتجار بآلام الناس وحاجة الناس إلى المعيشة. الموضوع بحاجة حقيقية إلى إشراف دولي حقيقي على حركة التجارة التي بإمكانها أن تستأنف خلال أسبوع واحد فقط، فيما لو صحت جدية الأمم المتحدة في السيطرة أو إنقاذ الإنسان ليس في الحديدة فقط بل في اليمن أيضا، لأن الحديدة لا تعني أبنائها فقط بقدر ما تعني اليمن كله. الموضوع بحاجة إلى عملية جراحية معقدة، إما تدخل سياسي يفضي إلى تسليم الأمم المتحدة إلى تسليم الميناء الأمم المتحدة، أو عمل عسكري حقيقة يتتبع نقاط التهريب التي تمتد على طول الشاطئ التهامي بشكل عام من اللحية إلى الخوخة. غابات النخيل أيضا تستخدم أيضا فيها يعني بعض الأسلحة التي سحبت من معسكر أبو موسى الأسعري أو معسكر خالد الذي على تقرير المعارك الآن قريبا منه، خزنت في هناجر قريبا من غابات النخيل التي قد تموه على الأقمار الصناعية. هناك أكثر من نقطة وأكثر من شاطئ يمنع أبناء الحديدة والسكان الأصليين نفسهم من الاقتراب منها. أصبحت الميليشيا الآن تسيطر على الساحل بشكل كبير، وبالمقابل أيضا فئة الصيادين الذين هم أكثر شريحة تعتمد على البحر الأحمر يعني كمصدر رئيسي لعيش الآن تعاني مجاعة وسوء تغذية حادة تودي بحياة أطفالهم. هناك 80% من أطفال الحديدة يعانون سوء تغذية وهم ضحايا محتملين لهذه الحرب التي قد تندلع في أي لحظة. الموضوع بحاجة إلى جدية وتنسيق حقيقي إنساني عسكري بشكل رئيسي. طيب قبل أن ننهي أيضا مع الدكتور سمير الشيباني، دكتور سمير هل تعتقد بأن الحكومة قد أعدت حساباتها لمرحلة إغلاق أو مرحلة ما بعد إغلاق ميناء الحديدة؟ هل تعي فعلا بأنها تستطيع أن تقوم بكل مسؤولياتها وواجباتها إزاء المدنيين؟ حسب معرفتي يتم تجهيز ميناء المخا بشكل جيد في حالة اندلاع معركة تحرير ميناء الحديدة وتعطل الحركة داخله، سيكون البديل هو ميناء المخا إلى جانب طبعا ميناء عدن والمكلا، وستشتغل كل الموانئ اليمنية في سبيل إنقاذ أبناء الشعب اليمني في كل مكان.
أنا طبعا لا أستطيع أن أعطي ضمانات أن العمل سيكون 100% عمل صحيح ومنضبط، ولكنني أستطيع أن أعطي ضمانات أن النوايا لإنجاز مسؤوليات القيادة الشرعية 100% متوافرة لدى الجميع، ابتداء من الأخ الرئيس وأخ رئيس الوزراء والأخ نائب الرئيس، وكل الوزراء في الحقيقة يرغبون في حل هذه المشكلة. وكما أن مجلس قوة التحالف العربي بمجملها تدعم هذه المسألة دعما كبيرا، لا يمكن أن يسمحوا هم أيضا بدماء دهاب دماء أبنائهم الذي سقطوا شهداء على أرض اليمن هدرا. لهذا أنا أعتقد أننا علينا أن نتحلى قليلا بالصبر ونصبر أبناء شعبنا الذي تحمل الكثير، لأن هذه المعركة هي معركة الخلاص النهائي. إن أنهيناها سنستطيع أن نتحدث عن يمن بمستقبل إيجابي، يمن به دولة مواطنة قادرة على الاستمرار تحقق أهداف أماني وطموحات كل أبنائها. نحافظ على اليمن من التقسيم والشردمة، ونحافظ عليها من الصوملة والعرقنة والثورنة وكل المظاهر التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وهي مظاهر سيئة. بالرغم من حال الصومال أصبح أفضل حال منها دكتور سمير. إذن أشكرك جزيل الشكر الدكتور سمير الشيباني الكاتب والمحلل السياسي، كنت ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من لندن. في نقطة طرحها الدكتور سمير قبل أن يودعنا، وهي لماذا لا يتجه التجار من الحديدة إلى مدينة عدن ويمارسوا نشاطاتهم من هناك؟ الحكومة الآن تسيطر على عدن والوضع فيها مستتب. والله لا أدري يعني كيف ممكن أن أرد على هذا الموضوع، لأن تدري كيف الموضوع معقد أصبح. يعني عدن التي لا يأمن فيها الوزراء، كيف ممكن أن يأمن فيها تاجر قد يمنع من الدخول لاستلام بضاعته؟ إذا كان هناك صحفي يمنع على أبواب الضالع وأبواب لحج وأبواب عدن لأنه يحمل كاميرا فقط ولأنه ينتمي إلى منطقة معينة، هنا نحن بحاجة إلى ضمانات أيضا يعني من السلطة الشرعية أيضا لسلاسة الحركة لحركة المواطنين العاديين والتجار كذلك. يعني ما الذي يضمن بأن التجار الشماليين مثلا قد لا يتعرضوا لأي عرقلة؟ يعني إذا كان هناك مسؤول عسكري يعرقل هبوط طائرة رئيس الجمهورية من الهبوط إلى عدن، كيف بسفينة؟ الموضوع إلى اليوم لم يحسم حتى الآن في حكاية إدارة مطار عدن، كيف ما بالك بالميناء يعني وهو رئيسي. نعم. المخاء أعتقد بأن الموضوع سيحتاج إلى شهور. الموضوع بحاجة إلى إدارة حقيقية لمعركة الحديدة. إذن ماذا تراعي أنت؟ الإنسان وتراعي الجانب العسكري بشكل يحتاج إلى مشرط خبير عسكري حقيقي. ما فهمت منك سيد وديع أن المعركة ليست مرتبطة بسكان الحديدة وإنما مرتبطة بجميع سكان المحافظات التي سيطر عليها الحوثيون. نعم. نعم. لكن بالدرجة الأولى، ما هو رأي سكان الحديدة تجاه هذه المعركة؟ هناك مخاوف غير خافية حقيقة لدى الناس بشكل كبير، يعني وأقول لك بصراحة بأن أبناء الحديدة هم الذين سيدفعون الثمن غاليا جدا في ظل الوضع الإنساني غير المسيطر عليه بشكل رئيسي. لا تزال الإغاثات لا تصل إلى المستهدفين بشكل رئيسي، لا تزال سوء التغذية مستمر، لا تزال الأمم المتحدة تتنصل من مهمتها الإنسانية أو مسؤوليتها السياسية كذلك تجاه قضية ميناء الحديدة والقضية اليمنية بشكل رئيسي. الموضوع معقد ومرتبط بدرجة رئيسية بإرادة قيادة التحالف ممثلة بالملك سلمان والأشقاء في الإمارات، هل يريدون حل نهائي وعاجل أم أن الموضوع لا يزال وماذا عن الحكومة ومسؤوليتها أيضا؟ الحكومة بالنسبة لي يعني منزوعة الإرادة بشكل رئيسي، يعني هذه الحقيقة التي لا يمكن أن نغطي عليها. والإرادة بيد من يعني؟ بيد قيادة التحالف بشكل رئيسي. يعني نعم. إذا أراد الإخوة في التحالف الخليجيون حسم المعركة في اليمن فإنها ستحسم. إذن أشكرك جزيل شكر الصحفي والكاتب والمحلل السياسي وديع عطا، كنت ضيفنا في هذه الحلقة. كما أشكركم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ألتقيكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من عين على اليمن. إلى ذلك الحين، إلى اللقاء.
ما هي حقيقة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة؟ ومن هي مجموعة بلال بدر؟ لماذا اتخذت السلطة الفلسطينية قرار اقتطاع رواتب الموظفين في غزة؟ وما هي انعكاسات ذلك القرار على الاستقرار في القطاع المحاصر؟ هذه القضايا نتابعها بالنقاش والتحليل في برنامج بانوراما فلسطينية، يأتيكم الجمعة الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، يعاد بثه في الأوقات التالية.